لحظات قبل الرابعة زوالا، الأعصاب مشدودة والأعين تترقب لحظة الإفراج عن نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. توجهت قناة الوي بي سي إلى إحدى المتوسطات بولاية سوقهراس، وعشنا لحظات ما قبل الإعلان عن النتائج. ضغط وقلق عاشه غالبية التلاميذ وأوليائهم. شعورنا بربي إن شاء الله بإذن الله شعور إحساس يعني جميل جداً في هذا الموسم الجميل بالنجاح، لكل التوفيق للأولياء للتلاميذ إن شاء الله، وربي إن شاء الله يفرح للأولياء جميعهم، وإن شاء الله اللي ينجح نتمنى له إن شاء الله التوفيق في مرحلة أخرى، واللي ما نجحش إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله لآت السنة في يعني إن شاء الله ويتوفر إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله، وهذه هي الحياة. هذه متاع الفيام ربي يوفقهم جميعهم، اللي ما نجحش ان شاء الله المره القادمه. اللي نحس فيه دركا شعور في خوف وستريس، خايفه مثلا ما نجيبش المعدل اللي تمنيت وانا 17 ولا 16 ما نشرف ونرفع راس ماما. نحب نرجع بنت عمي ولخالاتي ان شاء الله، ربي يفرح الوالدين يفرح التلاميذ ان شاء الله، ان شاء الله وبالتوفيق، التوفيق ان شاء الله للاولياء والتلاميذ ان شاء الله. اللي نجح مبروك عليه، اللي ما نجحش ان شاء الله العام ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله، ربي يفرح التلاميذ الاولياء ان شاء الله، لا قبل الباك ولا ربي يفرح التلاميذ كلها ان شاء الله. وبمجرد وصول الساعة الرابعة بعد الزوال، تمكن بعض التلاميذ من الاطلاع عن النتائج. أجواء جمعت بين الفرحة من جهة والحزن من جهة أخرى. فرحة بدت على وجوه من حلفهم الحظ وكللوا بالنجاح، وحزن وخيبة خيمت على وجوه من لم يحالفهم الحظ ولم ترد أسماؤهم على قوائم الناجحين. هذه السنة كانت الأجواء استثنائية، حيث أن أغلب التلاميذ انتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي. مبروك عليك بيامن.